مرحبا، مساء الخير يا متابعي الرزغر. الله يديم عليكم السعادة فين ما كنت فين ما صرت. اليوم بقول لكم قصة جدا جميلة وهي عن ليلى والذئب. كان يا ما كان هناك بنت اسمها ليلى وكانت تحب الرداء الأحمر. في يوم من الأيام جت جدتها ودقت عليها الباب. تك تك تك. جت ليلى تقول مين مين مين. بعدين قالت الجدة أنا جدة. بعدين فتحت الباب. لما فتحت الباب لقيت جدتها وهي جايبة معاها هديتين. قالت واو جدة، هذا مين الهدايا؟ قالت أول شيء تقعدين مع أتبع ثم أديك الهدية. قالت طيب. بعدين قعدت وأول شيء أدت لأم ليلى أدتها هدية هي الفواكه. بعدين أدت ليلى رداء أحمر. بعدين فرحت ليلى. بعدين راحت الجدة وقالت أنا الآن سوف أذهب إلى البيت. ولما ذهبت البيت بعدين في يوم من الأيام راحت وهي علقت ملابسها اللي هو رداء الأحمر. بعدين راحت تنام. يوم من الأيام صحيت ليلى وهي تقول متى سوف تجي جدة متى؟ قالت الأم اليوم جدتك ما راح تجي لأنها مريضة، هي الحين رايحة هي الحين في البيت تتابعنا. قالت خسارة. بعدين قالت ليش ما اروح عندها اجيب لها اكل شوية؟ قالت الأم فكرة حلوة. بعدين سوت لها فواكه وقالت قبل ما تروح ليلى قالت أم لها لا تكلمين أي أحد غريب بالذات الذئب، إن الذئب يمكن يأكلك بلقمة واحدة. بعدين لما راحت هي تقول لا 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 وهي قاعدة تغني. بعدين سمع الذئب وهو قاعد يأكل. بعدين لما شافها صار كذا يمشي صرت يقول يما يما يما. بعدين جاء الذئب قال من أنت؟ قالت أنا ليلى. قالت ليلى لأين أنت ذاهبة؟ قالت سوف أذهب إلى جدتي إنها مريضة. قال الذئب أين هي عايشة؟ قالت هناك في الجنوب. قالت في الجنوب. بعدين تركها وراح يركض بسرعة 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 إلين ما لقي بيت. قال هذه الجدة. بعدين فكر فكرة فكر قال أنا أعرف ماذا سوف أسويها، سوف أدق الباب وفجأة سوف أكلها بلقمة واحدة يم يم يم. ثم دق الباب تك تك تك. بسرعة فتح الباب بقوة وراح أكل الجدة خب خب خب. قال الجدة لذيذة. بعدين راحت ليلى وهي قاعدة تجمع الزهور. بعدين جاء الذئب وهو يلبس ملابسها ومزوح وكأنه هو الجدة. بعدين لما خلصت ليلى من الزهور راحت عند بيت جدتها قعدت تغني 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 لين ما تجيب الحيوانات عندها. بعدين لما راحت شافت بيت جدتها وقالت ياي وصلت أخيرا. بعدين لما راحت دقت الباب تك 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 تك. بعدين جاء قلت صوت الجدة من هناك؟ قالت ليلى أنا يا جدتي، لقد أحضرت لك بعد الأكل لأن أمي قالت أنت تعبانة. قال الذئب حسنا هيا أدخلي. بعدين لما فتحت الباب جت تقول أهلا جدتي. ها استغربت قالت لماذا أنت أذنك طويلان؟ قالت لأني يمديني أن أسمعك. قالت لماذا أظافرك طويلة؟ قالت
لكي أقطعها بدون لا أقطعها بالسكينة. قالت: لماذا أسنانك طويلة؟ قالت: كي أكلك فيها. فسخ الملابس وفجأة صار يأكلها بلقمة واحدة. لما أكلها بعدين شبك اليومي البنت أطعم من أكل الجدة. بعدين راحوا سادة هو نايم. بعدين جاء الصياد يدور على الذئب بعدين لقي هناك بيت مفتوح بابه ومدري ايش. بعدين لما دخل قال: اها انت يا الذئب، انت يا الذئب لقيتك، لا تحسبني ما راح الاقيك، تراني انا اعرفك. بعدين لما راح بعدين هذا جاب قال: وش راح اسوي؟ مين في بطنه؟ اكيد في الجده والليله، انا شفتهم. قاعد يفتش بالبيت يفتش، اها لقى المقص هناك. بعدين جاب المقص تشك 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 تشك، قص بطنه. بعدين فتحت بطنه طلعت الجدة والليلة وليلة. هما أصلا بأمان، هما ما عضوا هو بلعوا. بعدين طلعوا صاروا يقولوا: الصياد فتحنا، فتح البطن، طلعنا واخيرا من بطن طلعنا من بطن الذئب اللي فيه مقزز. بعدين جاء قال الصياد: خلينا نفكر فكره، خلينا نفكر نفكر عشان ما يعرف ان احنا هربنا. فكر فكر قال، قالت: اها خلينا نجيب الحجر. وقالت الجده: خلينا نجيب الخيط. وقال: اوكي يلا انا سوف انتظركم. بعدين راح كل واحد جاب الفكره. ليلى جابت الحجاره والجده جابت الخياطه، وهو قاعد يستنى عشان يخلصون ويروحون. بعدين جابت ليلى وقالت: اهو اهو هذا هو. بعدين قالت، قال الصياد: هذا ما يكفي، جيب الزيادة. جابت زيادة وزيادة وزيادة لين ما تحط بطنه. بعدين جابت الخيط الجدة وقعدت تخيط وتخيط 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 وش. لما خيطت بعدين راحوا وهربوا هذا دسين ورا الباب. طيب بعدين لما دس ورا الباب جاء يقول: انا عشان بطي صارت يا كبرى الجدة لما اكلتها، وليلى لما اكلتها ما كان بطني كبرى كذا، اكيد صاروا حجارة اكيد. بعدين لما راحوا قالوا: شوف شوف الذئب ايش كيف هو كأنه حامل. شافت قارة ليلى زي كذا. بعدين راح يقول: اريد ان اشرب الماء. هو رايح بالنهر عشان يشرب مويه، سوى زي كذا ويبغى يشرب المويه وحسب انه راح يطيح. قبل ما يطيح انتبه. بعدين قال: يو انا عطشان، شرب قبل ما يشرب المويه بوش طاح. بعدين مات. توتا توتا ست الحدوتة. إن شاء الله عرفتم إنكم ما تكلمون أي غريب. مثل الحين أنتوا رحتوا لقيتوا واحد غريب وتصرفون معاه، هذا ما يصلح، يمكن إيش يأكلكم أو يسرقكم أو يودي بيتكم يموتكم. فهذا نصيحة لي، واسمعوا كلام روز. واه إن شاء الله استفدتوا بهذه القصة. ادخلوا هاشتاج اطلب قصة من روز أو حكايات روز. يلا باي باي.